صار جاهز دكتور. ليكي إذا الدكتور قال بتقدري تشوفي بوضوح أكيد رح ترجعي على السجن، وهالمرة بدها تكون مؤبد. طلعي بالجهاز بس. على مهلك. شوريا، طب بلكي هي كانت دافعت له للدكتور لحتى يقول إنها ما بتشوف، مو غريبة عنا لأنه عاملة هيك شي من قبل. أكيد بتكوني عم تفكري مثل ما بتفكر شوي تلانا، بس هي ما بتعرف شو مدى ذكائي أنا. جبت هالدكتور خصوصي مشان هالقصة. شو دكتور؟ انت ليش وقفت؟ شبك؟ قلي شو القصة؟ اختبار العيون خلاص وهي ما بتشوف بشكل تام. بس والظاهر انه في مواد غريبة فاتت على عيونها، هيك استنتجت. بعمل صورة أشعة بس النتيجة رح تكون وحدة. شوريا تمام هيك؟ ايه تمام، كل شيء تمام. لكن منحكي، شكرا. ماشي. مو ممكن يكون في حدا مخادع قدي. بعرف قديش أنا سيئة، بس أنا تعاقبت على كل أفعالي وما فيني أعبر قديش حاسة بالذنب. بعرف إنكم مو قدرانين تتقبلوني هلأ، مو مشكلة، خلص أنا رايحة من هون فورا. وكمان يعني ما ضل وقت كتير بعمري. ابني فيكي، بدي أطلب طلب أخير منك. بترجاك قوم بمراسم الدفن بعد موتي. ماني قدران صدق انها تغيرت، بس هالشي كيف ما عاد قدرت تشوف؟ فيكي ايه؟ اسمعني، ماني عم حاول اني اضغط عليك، انا حابة اقلك بشو عم فكر وبس. اسمعني، ما تعمل شو بيقلك شوريا، اعمل شو بيقلك قلبك. ما هيك، لا تتلاعبي بعواطفه لو سمحتي. شوريا أنا ما عم ألعب بعواطفه أبداً، هذا ما أنا ولد صغير لحتى ألعب له بعقله. مو ما بدي فيكي يعمل أي شيء بس لأنه حاسس بالخوف أو يكون تحت أي نوع من الضغط. اسمعوني، ما تتقاتلوا كرمالي، أنا رايحة. ماما انتظري. ايه ماما. نعم نعم. ايه فيكي ماما، ابني حبيبي. لا ماما لا، أنا اشتقت لك كتير. وأنا ما بدي أسمع أي شيء، أنت كتير عاطفية وبتوثقي بالناس الخطأ وبيغدروا فيكي.
شوريا روق شوي، لا تبالغ بردة فعلك. ما هيك أنا ما عم بالغ، أنا عملت اللازم. كلكن لازم تحضروا حالكن وتتوقعوا إنها تطعنكن، لأنه أنتو ما تعلمتوا من تجربة أنجلي لسه. شوريا، كتير سهل إنك تحكم على الناس، بس صعب تعطي فرصة تانية. وصعب علي إني أفهمك. شوريا، الناس بيتغيروا مشان الناس يلي بيحبون. نحنا ما تغيرنا مشان حبنا؟ بالتأكيد الحب قادر يغير أي إنسان. إيه مهيك، هنن بيتغيروا لأنه الحب بيغير الناس. مو الكل اللي بيفهموا شو هو الحب، وخاصة اللي مثل شويتلانا اللي ما بيهمهم إلا حالهم وبس. خلاص شوريا، القصة كلها أسبوع، وإذا ما لاحظت أي تغيير عليها بهذا الأسبوع أنت فيك تعمل اللي بدك إياه بعدين. ماشي، بس أسبوع واحد، بس بعد أسبوع رح تكون برات البيت. أنا مبسوطة كتير، بس أنا صاحب هذا البيت، وبما أني صاحب هذا البيت بحق لي أعمل اللي بدي إياه. هالزلمة صبره قليل، شكله بده يعمل لي مشكلة جديدة هلأ. شوريا، هدول الحراس أنا جبتهم لهون وبدهم يضلوا لأسباب أمنية. شوريا بس انت اللي بدك اياها تضل، مو انا اللي بدي. هلا ما لك حق تعترض على وجود الحراس اللي هون. ما هيك شوفي، بترجعكي قولي أي شيء. الشيء اللي عم يصير هون محرج كتير لفيكي. شوريا ما عم يسمع من حدا. ليش عم تضل متوتر شوريا؟ كل شيء تمام؟ في حركة شيء؟ لا سيدي، ما في أي حركة أبداً. أنجلي، صار فينا ناخد جثتها هلأ. أنا بعتذر منك، أنا السبب اللي صار. أنا عن جد آسفة كتير، شفتها وخسرتها بفترة كتير قصيرة. أختي شدي حالك. بنتي مهك، أنا كمان جاي معكم. ليش عم تنظف السيارة بوقت متأخر؟ حتى تكون جاهزة. طولي بالك.
حسيت هالشاب عم يتصرف بشكل غريب. شاريا شوفي ابني، شو القصة؟ السيارة ما فيها فرام. شاريا شاريا دير بالك، شاريا وقف السيارة بأي طريقة. لو سمحتوا ما بدي اسمع ولا صوت. شاريا دير بالك. لك شو بقى؟ شاريا شاريا دير بالك. لو سمحتوا هادوا من الطريق بترجاكم السيارة ما عم توقف بعدوا على الطريق. دير بالك. شاريا على اليسار روح. ليش حتى روح؟ قلت لك روح على اليسار. شاريا وقف وقف شاريا. دير بالك. ديري بالك ديري بالك. ليكي ليكي شو صار؟ هات لساعدك يا اخي. شاريا لك شو مالك شاريا؟ ليش ما هيك صار لك شيء؟ انت منيحه؟ اي انا منيحه. خالتي ماما فيكن شيء؟ لا لا حدا يتصل باسعار على حدا. ليش هو هيك كان مسرح؟ شكرا مهيك، انت انقذتينا كلنا مره تانية. كان مسرع كثير. هو الحق عليك مهيك. فيكي شيء؟ قليلي صار لك شيء؟ خالتي ودولي شوفن انا منيحه. بس طبعاً كيف عطلت السيارة فجأة؟ لازم يدير باله أكثر. ليش عم تنظف السيارة بوقت متأخر؟ حتى تكون جاهزة. عرفت كيف صار هالشي؟ يعني هيك أحسن له. نحن لازم نروح على البيت قبل ما تسوق الأمور أكثر. شاريا شو القصة يا ابني؟ احكي لي بترجاك. ماما رح خبرك كل شي بس لازم نروح على البيت وبسرعة كمان، ما حدا عم يرد على التليفون. بس شو القصة؟ الحادث مدبر. أنا قلبي هيك عم يقلي، إحساسي كان بمحله ورا القصة كلها. مرت عمي شوي تلانا. كيف؟ ما هيك قلتلك إنه هي ما بينوثق فيها، بس أنتو كلياتكن ما سمعتوا مني. ما حدا بالبيت عم يرد، لازم نرجع فورا على البيت. ماما ما رح سامحك ابدا. وعدوا اخوي تركوه تهرب. وقف. فيكي خلصت فرصك، ما حدا رح ينقذك. اسمعني، إذا أنت عن جد بتحب هاي البنت
ما تخليها تموت عم تتعذب وخليها تموت فورا. وقف لو سمحت ضروري تاخذنا. ليش عم يصير معنا هالشي؟ عم بتضل تلاحقنا المشاكل اختي. هذا الشي اللي عم نمرق فيه بسبب شو قتلانا. نهال والولاد لساتهم بالبيت، بتمنى يكونوا بخير. ما في تفقلي دولي، ما رح يصير لهم شي. وقف ضروري تاخذ. يلا اطلعوا. ما هيك خالتي ماما تعالوا بسرعة. يلا 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 بسرعة بسرعة. يا مفتش، مرت عمي شويتلانا حاولت تقتلني وتقتل عيلتي بعد ما انتوا اخليتوا سبيلها من السجن. بترجاكم تاخدوها من هون والا رح ارتكب جريمة واقتلها بايدي. خدوها. سيدي هي عندها رجال عم يساعدوها وهلأ موجودين بالبيت جوا. ايه حطوهم بالسيارة كلهم. يلا يلا بسرعة. يلا بسرعة. لا تخاف أبدا، هي رح تضل بالسجن وما رح تطلع بكفالة. هاي حطها معهم بسرعة. لحظة شوي سيدي. ما رح تقدري تسببي مشاكل لعائلتي مرة تانية. يا ريت تاخذها من هون فورا. خدوها من هون. آسف كتير. نامي. أنا غلطت غلطة كتير كبيرة، ما كان المفروض أوثقب هالمرة مرة تانية. شوريا رجاء بترجاك تسامحني، رجاء تسامحني. فيكي اهدى وروق شوي، تعلم من أخطائك. بس نحن لازم نكون حذرين كتير. للحظة فكرتها إنه تغيرت عن جد، كنت مبسوط كتير بس بعدين ورجتنا وشها الحقيقي. شوريا رجاءً بترجاك سامحني. روق. عاسفة يا شوريا، وأنا غلطت وقت ما سمعت منك. أنا كنت رح أغسلهم لأولادي اليوم وللأبد. بعتذر منك شوريا. أنا اللي لازم أعتذر منه، أنا اللي ضليت أصر عليه إنه لازم نخلي خالتي تعيش معنا هون بالبيت وحاولت تقنعني بس لهون وبس. بكفي بقى خلص رجاء، ما بحب الأشخاص اللي بيحبوا يعتذروا، وأنا متعود اتخانق أو اتجادل مع العالم دائما مو هيك؟ فرجاء ما حدا يعتذر مني. اسمعوني، ما تفكروا أنه أنا إنسان مثالي وأنا كمان بعمل أغلاط عادي. بس بما أنه طلع معي حق بيطلع لي جائزة مو هيك؟ صح؟ جائزة؟ ايه طبعاً جائزة. قلتلكن انه مرت عمي سبب بكل المشاكل صح؟ منشان هيك بيطلع لي جائزة. طبعاً انا قررت شو لازم تكون الجائزة تبعي. بدي خالتي كانتا تعمل لي كاسة شاي سخنة. ماشي. يلا لمشاهدة المزيد من الحلقات يمكنكم الاشتراك في قناتنا وتفعيل الاشعارات لتكونوا اول من يشاهدها.